سالنا اللواء هاني عبد اللطيف عن الشركه وهو احدى شركات السياحه، اعتقد شركه مايوركا، والتي هرب منها 30 من المعتمرين وهي في طريقها طريق العمره البري من خلال الاردن. خلونا نعرف مزيد من التفاصيل من الاستاذ رئيس الشركه، رئيس شركه مايوركا، الاستاذ السيد مصطفى. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اشرح لنا بالظبط ايه اللي حصل ومعلوماتك ايه على اللي حصل، وانا سمعت انه الشركه تم ايقافها من السيد وزير السياحه منذ قليل. ايوه يا فندم، جانا الخبر عن طريق الجرايد ان تم ايقاف الشركه من قبل وزير السياحه. الواقع باختصار شديد ان انا زي اي شركه سياحه بفتح رحله عمره وبسوق عليها في انحاء الجمهوريه، وده حق يكفله له القانون ان تسويق البرامج السياحيه بالنسبه لي. جمعنا الرحله واتبعنا اليات العمل الطبيعيه، بنبعت كشف امن عام لوزاره السياحه على الموقع الالكتروني، بيتم الكشف على الاسماء، لو في حد عنده حاجه امنيه بيتمنع من السفر. ببعت طلب للوكيل السعودي اللي انا متعاقد معاه بالاسماء المجموعه وعددها، ما بيمرليش المجموعه وبيديني ارقام تاشيرات الا بعد حجز السكن في مكه وفي المدينه. سافرت الرحلة حضرتك وهم في طريقهم في الأردن في المدينة. اشرح لي بس عشان الناس تعرف الطريق بيبقى منين لفين بالظبط. حضرتك من ميناء العقبة الأردني لمنفذ حالة عمار اللي هو الحدود المشتركة مع الأردن والسعودية، في مسافة حضرتك الأتوبيس بيمشي فيها. الأتوبيس هو ماشي ممكن يقف في استراحات لأداء الصلاة لتناول وجبات أكل. حصل مشادة ما بين المعتمرين وما بين السواق والمشرف إن هم كانوا بيحاولوا الهرب. السواق صباعه اتكسر، المشرف حصل كدمات. كلمونا، اخترنا الجهات الأمنية في الأردن، اخترنا الجهات الأمنية في مصر، اخترنا وزارة السياحة، اخترنا غرفة شركات السياحة. المجموعة كان عددها في الأصل 88 معتمر، أربع معتمرين اعتذروا على السفر، اثنين عشان هم في سن التجنيد كانوا بيعملوا تصريح سفر، اثنين تاني جوازاتهم طلعت من القنصلية السعودية ما عليهاش تأشيرة، استيفا بيقال في الشغل عندنا ان هم استيفا، دول الأربعة اللي اعتذروا. سافر 84 معتمر منهم ثلاث سواقين ومشرف الشركة. حصل اللي حصل، المشرف لا معلش انا عايز ارجع تاني للي حصل دلوقتي. هم اتخانقوا مع السواقين اللي هم حصل وبعدين كان في عربيات مستنياهم؟ لا ما كانش في عربيات مستنياهم، او لو كان في عربيات مستنياهم بتاعه تساويهم يعني اللي هم المفروض مستنيينهم بقى الله اعلم. الكلام ده طبعا احنا اكتشفناه بعد الواقعه من اتصال مع السواقين مع المشرفين، وبعد ما رجعوا والرحله رجعت يوم 5/4 بيت الرحله، الناس اللي المفروض المعتمرين رجعوا. بدانا نتواصل معاهم، قالوا حصل مشادات ان الناس دي كانت بتحاول ان هي تنزل اللي كان مستنيهم زويهم. ما فيش عربيات مستنيينهم. فين حضرتك؟ قولي الاماكن، مكان بقى في الصحراء يعني فين بالظبط؟ منطقه على الطريق حضرتك في منطقه اسمها السيل في الاردن. دي منطقه داخل الاراضي الاردنيه؟ داخل الاراضي الاردنيه حضرتك. ده اللي حصل، ابلغنا الجهات المسؤوله، استدعينا في رحنا عشان رحنا ردينا في شرطه السياحه، رحنا ردينا في الوزاره على الموقف نفسه. ال 30 شخص اللي هربوا دول يعني من الواضح ان اعتقد فيهم 20 من محافظه البحيره، فاعمار لا تتعدى العشرينات، صلح لي المعلومات غلط. في ثلاث سيدات احداهن تبلغ 64 سنه. حضرتك القانون بيكفل لي ان من سن 18 سنه ان هو يطلع يعمل عمره، وانا عندي من باقي المجموعه اللي رجعت راحت قضت مناسك العمره ورجعت، عندي 15 معتمر بنفس السن. ايوه انا ما بلومش حضرتك، انا بسال على توصيف ال 30 شخص اللي هم اللي هربوا. عندك قائمه الاسماء اولا؟ عندي قائمه الاسماء طبعا. طيب التوصيف الناس دي يعني في ناس مثلا زي ما قال سياده اللواء هاني عبد اللطيف مثلا بيبحثوا عن فرصه عمل، لكن السيده اللي عندها 64 سنه ممكن يكون ابنها زوجها ليها حد مقيم في الاراضي الاردنيه. طب بالفعل هل بلغتوا ال 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 السلطات الاردنيه علشان تقبض على الناس دي؟ علشان فور حدوث الواقعه المشرف والسواق اتجه لاول نقطه شرطه قابلته وحرر محضر بالواقعه.
طيب دلوقتي من الواضح انه طب هل انتوا في معلومات اخرى بتقول ان حضرتك كنت مبلغ السكن او الغرف اللي حاجزها في المملكة السعودية لعدد اقل من ال 84 اللي كانوا خارجين؟ لا حضرتك، احنا عندنا في اليات العمل، انا المجموعه اول بتخش السعوديه دخلت على المدينه المنوره كان حجزها بالكامل موجود، عدد الغرف وعدد السراير موجود. انا عندي وكيل سعودي هو اللي بي 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 بيشرف على الرحلات داخل الاراضي السعوديه. اوريدي اما وصل العدد القليل حضرتك وسكن في المدينه، هو قال بطبيعي لان انا بشتري منه باكج، بشتري منه البرنامج تحديدا سكن مكة، سكن مدينة، انتقالات، لو في وجبات تعدل الحجز ماشي. طيب. بناء على العدد الموجود عنده في المدينة. طيب انتوا تعملوا دلوقتي ايه مع موضوع ايقاف الشركة؟ والله حضرتك هو في خطأ إداري واحنا بندرسه، وهو المعلومة اللي وصلتني زي ما وصلت لحضرتك من مواقع إخبارية فقط ان صدر قرار، الله أعلم لسه. هل مفيش، هل دي أول مرة تحصل هذا الأمر مع شركتكم؟ أول مرة طبعا تحصل، واحنا شركة شغالين بقالنا 3 سنين، بقالنا 3 سنين في العمرة، ما عندناش مؤتمر واحد متخلف في السعودية، وعندي ما يثبت لحضرتك الكلام ده. هل هذا الامر يعني، اصل موضوع متخلف في السعوديه دي قصه، لكن ان هو يهرب في الاردن دي قصه تانية. هل هذا الامر متكرر في شركات السياحه الاخرى؟ شركات السياحه ممكن يكون متكرر بس بدون علم، يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده حضرتك ان انا اقدر اضيفها لحضرتك. هل هو بيحصل مع شركات تانية؟ هل هو ما بيحصلش؟ هل هو بيحصل بعدد قليله؟ عايزين حد بس يا جماعه من السياحه لو سمحتوا عشان نقدر برضو نوثق هذه المعلومات. بشكرك استاذ السيد مصطفى صاحب شركه مايوركا اللي بينفي اي علمه باعتزام هرب هؤلاء المعتمرين اللي هربوا في الاردن. يعني دايما كنا بنسمع على ان هم بيتخلفوا في المملكه السعوديه وعايزين يقعدوا مع ذويهم، عايزين يجدوا فرصه عمل هناك، عايزين يقعدوا لحد موسم الحج. كان في مجموعه من الاشياء، لكن الاردن دي بالنسبة لي جديدة. لكن هنسأل نعرف بالظبط من وزارة السياحة إن كان هذا أمر جديد ولا في بعض الشركات معتمدة. طيب الأستاذ محمد شعلان وكيل وزارة السياحة، أستاذ شعلان هل بالفعل أوقفتم، هل الوزارة أوقفت هذه الشركة بالفعل؟ أيوة يا فندم، صادر قرار النهاردة بإيقافها لمدة عام. هل هذا أمر متكرر لشركات السياحة أستاذ شعلان، إنها بيتخلف أو إن البعض ممكن يهرب عن طريق الأردن أو إلى الأردن؟ لا يا فندم، متكرر كتير، يعني هو بس بنسبة ضئيلة جدا، وفرادة واحد أو اتنين أو مش بالأعداد، مش بالعدد ده. إيه التهم الموجهة لهذه الشركة اللي على أساسها تم إيقافها؟ الشركة دي المفروض بتخسرنا الوزارة ببرنامجها في سكنها في مكة والمدينة للمجموعة بالكامل. تم تعديل سكن المدينة دون اختار الوزارة، مكة دون اختار الوزارة، بعتنا لجنة تشوف المعتمرين، ما لقيتهمش في السكن الاصلي، لقيته معقل السكن واللي محجوز له بالعدد المتبقي فقط من المعتمرين. هل ممكن يكون هو عدل بعد قضية الهروب ولا معلوماتكم هو عدل من بدري؟ ما هو انا معرفنا بعد كده لما اللجنة راحت ان هو فعلا تم التعديل. ايوه تم التعديل بعد الهروب ولا قبل الهروب؟ حتى لو كان قبل او بعد كان، لا ازاي قبل تفرق عن بعد يا استاذ شريف؟ معلش استاذ سعادتك، كان يخسر وزارة السياحة بان انا عدلت علشان في وقعة هروب. فهو لم يبلغك بواقعة الهروب اساسا؟ ايوه يا فندم، لا ابلغني بواقعة الهروب. ولما بنسال السيد الشريك المتضامن في الشركه قال والله الوكيل السعودي هو اللي عمل كده. طب انت ايه الاجراء اللي انت عملته لما الوكيل السعودي عمل كده؟ ما اخترتنيش ليه كوزاره واحنا لينا لجنه هناك. هل تواصلتم مع وزاره الداخليه عشان تعرفوا مزيد من المعلومات حول هؤلاء الهاربين؟ لسه ما جالناش التقرير النهائي في الواقعة بالنسبة للجهات الأمنية. طب عموما الجهات الأمنية بتنفي إن هم ذاهبين إلى داعش، وبتقول إن هم رايحين لذويهم في الأردن، يعني لبحث عن فرصة عمل في الأردن. أنا اتحركت في الناحية الإدارية بتاعتي، وزارة السياحة، مش من ناحية أمنية. طيب
بشكرك استاذ محمد شعلان وكيل وزاره السياحه. القصه الاولى حول هؤلاء المعتمرين ان هم كانوا ذهبوا الى الاردن وكان هناك شكوك حول انضمامهم لداعش، لكن واضح من كلام سياده اللواء هاني عبد اللطيف انه لا، هم ذاهبين لبحث عن فرصه عمل، بس فيهم يعني سيده عندها 64 سنه رايحه تقعد مع ابنها يعني بلا اقامه. عموما اعتقد انه تم ابلاغ السلطات الاردنيه بهذه الاسماء، وربما يتم للاسف القبض عليهم، والأسامي كنا وضعينها على الشاشة. أيضا المتحدث العسكري، متحدث باسم القوات المسلحة سيادة العميد محمد سمير، كان نفى باسم القوات المسلحة أنه تم نقل مجموعة من الجنود إلى المملكة السعودية، أو أن في قوات برية في السعودية، أو استشهاد عدد من القوات المصرية في اليمن. كان امبارح عندنا كده إشاعات على مجموعة من المواقع بتتكلم على استشهاد عدد من القوات المصرية في اليمن، بالتحديد حددوا 40 عسكري. وكان في صورة تانية نزلت الحقيقة عن مجموعة من الجنود بتنقلهم مصر للطيران، ومصر نفت انها بتنقلهم لليمن او للسعودية، وقالوا احنا مش في حل ان احنا نقول بننقلهم لمين. اما بخصوص الصورة فقد علمنا انه هؤلاء ذاهبون الى مناورة في الإمارات، مناورة عسكرية في الإمارات مشتركة ضمن مناورة سهام الحق، وده اللي أكدوا لنا متحدث عسكري عندما اتصلنا به، ولم يكونوا متوجهين للسعودية. في بيانه الرسمي المتحدث العسكري أكد أنه لا توجد قوات برية في المملكة السعودية، وأنه إذا ما كان هناك قرار مصري فلابد أن يمر طبعا كما قال السيد رئيس الجمهورية بمجموعة من الخطوات الدستورية، لازم يكون مش بس بعد موافقة القوات المسلحة، ولكن أيضا موافقة الأمن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، ودي الخطوات الدستورية التي يجب أن يمر بيها إرسال أي قوات برية لليمن. إحنا هنا حبينا بس إن إحنا نؤكد على هذا الخبر، لأنه إحنا عندنا أيضا نقص معلومات في هذا الأمر، وعرفنا على موضوع الطيار المصري ده من المتحدث العسكري السعودي في عاصفة الحزم. نقص المعلومات بيثير البلبلة، وهنا ده مهم جدا، دايما يكون في معلومات، دايما يكون في رد على الشائعات. بشكر متحدث عسكري انه خرج بهذا الرد على الشائعات، لا يجب ان نترك الشائعات يعني تنتشر، وحتى لو كانت شائعه تافهه ملهاش اي قيمه لابد ان احنا نواجه هذه الشائعه بالحقيقه. الحقيقه تقتل اي شائعه في مهدها، لكن فكره ان احنا نسيب الحاجه ونقول لا ما هو الموقع ده مش مهم، ما هو ده مش هنرد على كل حاجه، لا، لابد ان يكون عندنا معلومه واضحه، الشعب المصري واعي، لكنه ايضا مهم ان هو يعرف. ما سيبوش واقول واعي واسيبه كده نهبا للشائعات، لا، لازم اديله معلومه واضحه ومعلومه دقيقه. وبشكر متحدث عسكري على هذا النفي، اذا نفي مقتل بعض الجيش المصري، ونفي ايضا انه في ايضا في اساسا قوات بريه. لكن النهارده وصل منذ قليل الى القاهره السيد الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، كان في استقباله الفريق صدقي صبحي، وسيلتقي بقيادات القوات المسلحه المصريه، وايضا سيلتقي بالرئيس السيسي. واضح انها زياره مهمه للتنسيق ما بين البلدين فيما يخص عاصفه الحزم. في صدر الصبح كان في باكستان، ثم ذهب الى الرياض في لقاء، وبعد ذلك وصل والتقى بالفعل السيد الرئيس السيسي، ايضا التقى بوزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان في زياره هامه جدا ل جمهورية مصر العربية. خلوني أوريكم مشهد، نخرج شوية من هذه المشاهد، أوريكم مشهد حصل امبارح. امبارح كان في احتفالات، وكان عيد الربيع، وكنا سعداء، وكان عندنا حفلة جميلة، لكن ما تلا هذا المشهد، ما تلا هذا المشهد هو الحقيقة اللي يثير الحزن والأسى. ما تلا هذا المشهد هو مشاهد من أكوام القمامة
وانتهاك الجناين والحدائق، واللي يدل ان احنا شعب يعني الحقيقه راقي جدا، بيهتم بالحديقه ويعني بيجمع القمامه وبيوسخش مكانه. والحقيقه انه يعني حتى الناس اللي بتقوم على رفع القمامه بتعاني. ليه المشهد ده؟ خلونا نشوف هذا التقرير ما بعد شم النسيم. امبارح شم النسيم، كل سنه وانتوا طيبين. كلنا وفرحنا وتفسحنا في الجناين والحدائق العامه، كلنا فسيخ ورنجه وكل حاجه حلوه، والنتيجه اهمال وقمامه في كل حته. محدش قال ما نفرحش، لكن كمان ما ينفعش نفرح على حساب غيرنا. جميع المواسم كده على طول بالنظام ده، مش اول مره يعني. العيد اي حاجه بنشيل القرف كله ده. رساله للناس اللي هي بتقعد مثلا اي واحد بياكل معاه زباله وبتاع يحطها في شنطه، بعد ما يخلص يحطها في الشنطه واحنا نشيلها عادي، ما نقدرش نتكلم. وجايين هنا اهو الساعه 5 الصبح، من الصبح عمالين نشيل زباله في سيخ مؤاخذه وماء وبتاع دوت وسردين وخس وموز وبطاطس وحاجات كتيره. لو انا براعي الراجل دوت يبقى انا مثلا اهتم ايه ان انا لم الزباله دي حواليا، اما ينزل الصبح هيعمل شغل يبقى بسيط بالنسبه له، انما لما ينزل يلاقي الدنيا مكركبه طبعا هيبقى تعب عليه. الحقيقه ان عمال النظافه قاموا بشغلهم وزياده. الفوضى اللي غطت معظم الحدائق بعد شم النسيم وبقايا الاطعمه والقبح اللي اصبح سيد الموقف نتيجه سلوكيات البعض تم ازالته بالكامل، وده بيطرح سؤال مهم حول سلوكيات المواطن المصري. مش كويسين، المفروض يبقى في احترام وادب والناس تبقى محترمه ونظيفه وكل حاجه، وفي سلات ترمي فيها زباله. ياكلوا فسيخ، ياكلوا رنجه، ياكلوا اي حاجه، اي حاجه عايزين ياكلوها ياكلوها، بس اهم حاجه حافظوا على المكان اللي متواجدين فيه. الشارع ده بيئتك وبلدك، واحنا طبعا عايزين بلدنا تبقى في الاحسن. المفروض احنا كشعب متحضر يعني يكون عندنا اسلوب مختلف خالص عن كده، يعني حتى بنشوفها في الايام العاديه مش بشم النسيم بس. الكورنيش والشوارع والمتنزهات العامه عنوان للدوله، وواجبنا نحميها ونحافظ عليها، وكمان بتلزمنا نتغير عشانها في كل الاوقات والمناسبات، لانها في الاخر ملكي وملكك وواجهه مصر المشرفه. نسرين فؤاد، هنا العاصمه. واحنا الحقيقه يعني عايزين نعمل حملات على السلوكيات، لانه عندنا مشكله مع السلوكيات. يعني مش هنقدر نقول الحكومه 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 واحنا سلوكياتنا كشعب يعني سلوكيات خاطئه في كل شيء الحقيقه. يعني محتاجين حملات على السلوكيات، محتاجين ان احنا نراعي البلد ده البلد دي عشان نقدر نعيش فيها. يعني هنعيش فيها ازاي وبعد المشهد ده نلاقي الجنينه او الحديقه اصبحت بهذا المشهد؟ ما احنا كمان احنا اللي وسخناها، يعني ما جاتش الحكومة ورمت الزبالة، احنا اللي وسخناها. فيعني ليه بعد ما انتهينا من الاحتفال كل حد ما يعني كل واحد ملمش القمامة ورماها في صندوق القمامة، او خدها ملقاش صندوق زبالة خدها في بيته يرميها في الزبالة؟ برضو السلوكيات دي محتاجة يعني نحن نراعي ربنا شوية. مجلس الأمن النهاردة أقر القرار العربي الخليجي بشأن اليمن، والحقيقة ده انتصار للدبلوماسية الخليجية والدبلوماسية السعودية بشكل واضح. هذا القرار يعني أيدته 14 دولة. روسيا لم يعني تصوت بالفيتو ضد هذا القرار رغم اختلافها معه، ولكن امتنعت عن التصويت. فكرة امتناع روسيا عن التصويت فقط وعدم التصويت بالفيتو ده أيضا انتصار للدبلوماسية السعودية والدبلوماسية الخارجية اللي قادت فترة طويلة من المفاوضات والمباحثات واللوبينج والضغط على كل مجموعة مجلس الأمن كي تخرج بهذا النجاح الباهر الحقيقة. ويجب أن أحيي الدبلوماسية الخليجية في هذا الأمر، نجاح باهر أن نخرج ب 14 صوت مؤيد للقرار الذي فرض حظرا على تسليح الحوثيين وأيضا عقوبات على علي عبد الله صالح وعبد الله عبد الملك الحوثي وأحمد نجل علي عبد الله صالح. أيضا وضعوا على قائمة لائحة العقوبات التي تشمل مسؤولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم أيضا، ووضعهم طبعا على قائمة العقوبات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية السلم والأمن الدوليين. المرحلة القادمة هتكون مرحلة التفاوض،
كده تقريبا عاصفة الحزم بتنتهي، والمرحلة القادمة هتكون مرحلة التفاوض في تركيا، بتلعب دور الحقيقة مهم في هذه المرحلة ما بين الخليج وبين إيران. إيران تقدمت بمبادرة من عدد من النقاط رفضتها السعودية، يعني في النهاية هيبتدي يكون هناك حوار، وربما تكون هذه نهاية عاصفة الحزم بنجاح لهذه المعركة. ضمن ما حدث خلال الأيام الماضية هو أن بوتين الرئيس الروسي أعلن عن رفع الحظر عن توريد السلاح إلى إيران، ومن هذه الأسلحة صواريخ S-300 أو S-300 القادرة على تأمين المنشآت النووية. والحقيقة أن هذه صفقة مهمة جدا للتسليح الإيراني. هنا في سباق تسليح في المنطقة طبعا، لأنه أكيد الخليج هياخد بقى الصواريخ المضادة للأس 300. نحاول نفهم إيه بالضبط هذه الصواريخ. سيادة اللواء سمير فرج مدير هيئة الشؤون المعنوية أو إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. إيه هي صواريخ الدفاع الجوي S-300؟ الاس 300 هي منظومة دفاع جوي ضد طائرات المعادية وضد الصواريخ الباسكية. هي تعتبر من أنجح وأحدث المنظومات في العالم، خاصة أن الروس حقيقي من الناس اللي هم بارعين في أنظمة الدفاع الجوي. ممكن احنا في مصر هتلاقي عندنا ممكن معظم سلاح الدفاع الجوي عندنا بتاعنا ما زال من سلاح الدفاع الجوي الروسي. الإمكانيات هذا السلاح نجي نقولك ان الكتيبة بتاعة نظام هذا الصاروخ تقدر تتبع 100 هدف مرة واحدة، ثم تشتبك مع 6 لـ 8 هدف في وقت واحد. إذا لو انت عندك لواء ممكن يشتبك مع 24 هدف في وقت واحد. اولا ده كله كمبيوترايز، بمعنى انا شايف الصور بتاعتك انتوا حاطينها فعلا الصورة الجميلة بتاعتهم. بتلاقي ان دي طبعا الرادارات اللي بتقدر تتبع الهدف، بتدي اوتوماتيكلي على طول اني هدف هينضرب وباني نوع من الصواريخ دون ان يدخل العامل البشري في هذا الموقف. الحاجه الثانيه ان هذا النظام يقدر بيكتشف الاهداف الحقيقيه او الاهداف الضمي. تعرف في اي هجمات جويه بتطلع طياره بترمي اهداف كثيره في الجو عباره عن شويه صواريخ، بتضيء الشاشه ببعض النقط، فالراجل اللي بيحلل يقول هل دي طياره ده صاروخ، انما هذا النظام فورا بيقدر يكتشف وبيشيلها من على الشاشه على طول، وبتصبح الاهداف الحقيقيه هي اللي موجوده. نسبه الاصابه في مثل هذا النوع في الطيارات 95%، يعني بيقدر يتصدى لو كانوا 100 طياره يوقع 95 طياره. ماذا يعني ده بالنسبه لتسليح الجيش الايراني ولامكانيات الجيش الايراني؟ طيب اسمحي لي في الاول اقول لك طب ليه ايران عملت الكلام ده بالظبط. الاول الصفقه دي كان بقى لها 3 سنين، وكانت امريكا ضغطت على روسيا انها تؤجل هذه الصفقه لحين التفاوض مع ايران على الموضوع النووي. اول ما حصل اتفاق مبدئي، انت عارفه روسيا عندها مشكله حاليا كبيره جدا في الدولار، فقالت بسرعه هنفذ الصفقه، هجيب الدولارات من الاموال المجمده. الحاجه الثانيه ان هذا النظام الاس 300 ده تقريبا في نظام جديد دخل في روسيا اللي هو S-400، وده نظام متطور عندها، فايران هتاخد هذا النظام وروسيا عايزه تخلص منه مبدئيا، انما هذا النظام مازال فعال. الحاجه الثانيه بقى نقول ايه؟ التاثير النظام ده ايه على المنطقه؟ اولا هذا النظام هيعمل مشكله كبيره جدا في المنطقه وخاصه دول الخليج. ليه؟ اقول لك ببساطه. الدول الصغيره اللي ما عندهاش population او اعداد كثيره من السكان، فبتعتمد بيبقى جيشها قليل اللي هي القوات البريه، بتعتمد على جهاز الرادع اللي هو الصواريخ الباسكيه. اذا ايران لو اديت اي دوله صغيره تقول له لا ده انا عندي صواريخ هتدمر لك كذا مدن وهعمل لك مشاكل، فده برضع الايرانيين انهم يتدخلوا. النهارده لما ايران تيجي تامن نفسها بمثل هذا النظام، لازم دول الخليج هتبدا تفكر في امنها اخرى. بالظبط، وهنا بقى هتجيب مضادات للاس 300، فيبقى عندنا سباق تصالح وتروح تجيبها من امريكا. اسرائيل نفس الكلام، خلي بالك ان اسرائيل النهارده كانت نفسها الفتره اللي فاتت انها تضرب المفاعلات الايرانيه، ولكن امريكا كانت منعها. بدخول مثل هذا النظام
برضه هتبقى اسرائيل مضطره انها تاخد حاجات انظمه جديده. فسباق التسلح في المنطقه هيزداد. هيزداد، وخدي بالك ان احنا مصر مش ساكته، لان مصر بتشوف الكلام ده برضه، لان لو اسرائيل جابت حاجه لازم احنا مصر نبقى قدها. طبعا. فهذه الصفقه ستشعل او ستغير ميزان التسليح في المنطقه. هل مصر عندها الاس 300؟ بصي ما دام الاتحاد العسكري ما اذعش مش هنقول، انما تاكدي بصي مصر عندها احدث انظمه دفاع جوي في العالم. انا بقول لك بمنتهى الامانه، واحنا يمكن الدوله الوحيده اللي عندنا قوات دفاع جوي. يعني دوله بره تلاقي ان المدفعيه ومعها الدفاع الجوي، لكن احنا عندنا انظمه متميزه، واقدر اقول لك ان احنا على مستوى عالي جدا، بس احنا مش عايزين نقول كلام الا زي شهاب 3 وغيرها من الانظمه. بلا الانظمه عندنا انظمه كويسه جدا، وحتى تنوعنا في الاخر، خدنا كروتال من فرنسا يعني، لكن الانظمه كلها ممتازه، ويمكن عندنا حاجات احسن من اللي ممكن تتكلم. بشكرك ست اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنويه السابق. فعلا ما قاله مهم جدا، انه هذه الصفقه ستشعل سباق التسليح وموازين التسليح في المنطقه. لما ايران تاخد الاس 300 وده رفع من يعني تسليح الجيش الايراني بشكل كبير، اذا منطقه الخليج لازم هتجيب مضادات للاس 300. هتجيبهم منين؟ هتجيبها من الغرب. يعني اذا كانت ايران هتشتريها من روسيا، فالخليج هيروح شاريها من امريكا ومن وربما من فرنسا، من ألمانيا، من غيره. نيجي بقى يقول لك أصل أمريكا أعلنت غضبها على الصفقة. طبعا ده كلام الحقيقة يعني مضحك بالنسبة لي، لأنه أعلنت غضبها إيه؟ ما أنتوا هتبيعوا المضاد. يعني أنت بتبيع الأدي المرض، بتعمل المرض ثم بتبيع الأنتي بيوتيك، وده شيء طبيعي. فبالتالي وسبيشالي إنه لافروف أعلن عن الصفقة لإيران بعد مكالمة كانت مع كاري، فيعني أكيد في شكل ما من الاتفاقات، وأكيد في شكل ما من تسويقها في الخارج، وبالتالي ده يبيع الأس 300 لإيران، وده يبيع مضادات الأس 300 للخليج، وتصبح هذه المنطقة منطقة مشتعلة بالسلاح، تنفق كل أموالها على التسليح وليس على رفاهة الناس. آخر تقرير بيتكلم على أنه المملكة السعودية هي الأكثر انفاقا في العالم على التسليح، وأنه ارتفع ده بمعدل 17% 2014، الأكثر انفاقا في العالم. هذه المنطقة مدجج بها السلاح، سواء في يد الدول الكبرى أو في يد عندنا مجموعات إرهابية زي في ليبيا، زي في داعش، زي ما يحدث في سوريا. الحقيقة أن المنطقة مدججة بالسلاح. كنا نتمنى أن تكون المنطقة مدججة بفرص العمل والرفاهة لأبنائها. نخرج بقى بتقرير آخر الحقيقة يمكن أكثر بهجة من أحداث النهاردة، هو إزاي متحدي الإعاقة بيتحدوا الإعاقة، واحتفلوا معانا بشم النسيم امبارح. وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا، هنتكلم عن بدء موسم توريد القمح، توريد الفلاحين القمح للحكومة، ونشوف هل هناك مشاكل، سعر التوريد هل هو ملائم. نرجع تاني لمشاكل الناس ونشوف متحدي الإعاقة. استخدام الألوان في عيد شم النسيم دايما بيدينا الإحساس بالبهجة والسعادة، بيكون ليه طعم مختلف، لكن النهاردة التلوين مش هيكون ليه طعم مختلف وبس، لا ده كمان هيكون ليه إحساس مختلف، وده بسبب تعالوا نشوف. ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً الأطفال منهم هنا في المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي هم اللي ممكن يخلونا مبسوطين لما نشوف الفرحة والأمل في عيونهم. فكرة جاتني من في حملة اسمها الحملة الوطنية لتجميل مصر. الحملة ديت كانوا بيدهنوا في الشوارع وبيزينوا شوارع مصر وكدوات، فأنا اتفرجت عليها وشفتها ورحت لهم وقلت لهم ان احنا عندنا في المعهد في اطفال كتير جدا من ذوي القدرات الخاصه محتاجين ان احنا نفرحهم. الحمله تطوعيه ما بتقبلش اي تبرعات، ولكن بمجهودنا الذاتي، وساعات بنتبرع ببعض الخامات او اي حد بيجيب الخامات واحنا بنشتغل. يعني انا لما اطفي على هذه النفسيه نوع من البهجه، تتخيل يبقى الاعاقه ايه؟ اصل الاعاقه مش انه مش قادر يمشي او مش قادر يقف، الإعاقة هو الفكر نفسه اللي هو في دماغه ان هو مش زي الباقيين. عرفت بالإيفنت وحبيت ان انا اشارك النهارده، معني النهارده يوم اجازتي، بس بجد انا سعيده جدا باللقاء دوت، وان انا ارسم البسمه على وجوه الناس دي. رغم الحاله الصحيه اللي بيعانوا منها،
إلا إنهم ما ترددوش في الفرحة والاحتفال بعيد الألوان هم وأسرهم. محجوزين في معهد شلال الأطفال بيعملوا علاج طبيعي. إحنا بقينا دلوقتي أسبوعين. أنا وأنت عروسة. سجل. أحمد. وأنت إيه النهاردة يا رشوان؟ بقول لك حمام. حمام. حمام العلي عايز المعهد ما بيعمل العلي برضه معانا، محتاج امكانيات، محتاج يعني اهتمام اكتر من كده عشان احنا قد حقنا فيه. شاركت النهارده في الحفله كويسه جدا، مبسوطه من الناس اللي حواليا واللي جت حضرتك الحفله كلها. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه هو واجب ديني قبل اي شيء، والاحتفال بالاعياد مش لازم يكون في حدود الاسره والاصدقاء، لكن ممكن نحتفل ونقدم الخير في نفس الوقت زي النهارده. محمد سلامه، هنا العاصمه.